مشاهدينا وطبيعي الجمهوريه اونلاين والمسه، اهلا بيكم. احنا رجعنا لكم تاني مع كوكسة للمصري، والمره دي مش كوكسة للمصري وبس، لا ده احنا جايبين كمان زواوي مصر عشان يدعم كوكسة للمصري. هتقول له ايه بقى؟ انا بقول لكوكسة المصري الاصل هو مصري، ده كوكسة المصري اللي بيحب مصر ام الدنيا، ما بيرميش تليفونات لحد ولا بيرميها في خلق الحد، ده نفتخر بيه، ده ربنا يحميه بشعب مصر وتحيا مصر. قالوا بطريقتك انت بقى، ربنا يحميك لشعب مصر. ربنا يحميك يا ابن الحلال، يا بوكسل انت ابن حلال، مصري كمان بتحييك انت يا بوكسل، بنراضيك وبنقول لك يا احلى بوكسل مصري في الدنيا كمان بتحييك. بتقلده بطريقة اسماعيل ياسين. يا صلاة النبي، ازيك يا بوكسل؟ منورني جدا يا راجل. ازيك يا راجل؟ الحمد لله. عايز اقول للشعب المصري، انا عادل امام، اقول لمصر ام الدنيا تفتخر ببوكسل المصري. بوكسل، بوكسل المصري، بوكسل بيكسل، المهم اللي هو مصري صح. ده مش اناني، ده بوكسل المصري الطيب. ابو علب ابيض ما بيرميش تليفونات لحد. ولا ايه يا بوكسل؟ ولا بيغني؟ ولا بيغني؟ كلنا غنيله. بنحبك يا بوكسل، بنحبك يا بوكسل، بنحبك يا بوكسل عشان قلبك كبير، كل الشعب المصري كلنا بنحييك. يا راجل يا راجل. يعمل بقى مشهد معايا انت، يلا يا زواوي، خلينا نشغله يا زواوي. بص يا نجم. نعم يا نجم. عايز اعمل معاك موقف. اعمل يا عاشر. مفيد فوزي بيسألك، بقول لك الناس في بلدي يتساءلون ويتحاورون، رأيك ايه في مصر ام الدنيا؟ ام الدنيا طبعا، انت بتحب مصر، بتحبنا كلنا، انا بحب مصر، دي ام مصر بحبها. كلنا بشغف لمصر في حديث المدينة. انت شخصية جميلة، انا بحبك، وانا شخصيا بقول لك انت قلبك ابيض قوي. المصري الجميل بيحب مصر، بيحب مصر جدا، هي ام طبعا طبعا. حديث المدينة بقول لك انت شخصيا جميل جدا، انت اللي جميل وانت اللي عسل. لو جالك القرموطي تقول له ايه؟ اقول له ده انت عسل جدا، وانت سكر يا قلبي 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 قلبي. هات اشربه. انت عاوز تطلع مع الفنان احمد ادم وتمثل معاه؟ باذن الله. قول له بقى حاجه انت بقى عشان القرموطي. بالصلاة على النبي، طالما جيت لقرمط يابا خليك تشتغل فيلم القرمط، الفيلم جه هيكسر الدنيا يابا في قهوة الجمالات ومنع بتاع الكلمة. يا ده حدوتة، اديله شوية مية. دي بقى رقص بقى يا عم، يلا بالعود ده. أنا هغني حاجة عربي. يلا تعالى. طب احنا عاوزين برضو مصطفى التاجي الشبيه عمرو دياب. مصطفى التاجي الشبيه عمرو دياب هيغني على العود بتاع زواوي مصر، الاغنيه بصوت الراجل. يلا يا مصطفى. الاول قول كلمه طب لكوكسل وبعد كده غنيه. هقول له يا حبيبي انت شرف لكل المصريين وباخلاقك والناس كلها بتحبك، واحنا عايزين نوصل للعالم كله، مش بنسمي حد ولا، بس احنا بنتكلم كمصر. الراجل ده يعني كلنا ندعي، مظبوط، كل الناس ان احنا ندعم ابن بلدنا لا اكتر ولا اقل. متواضع وبيصلي وحد مصطفى. تقول له انت ايه يا مصطفى؟ هقول له والله ما كان على بالي يا هوان، والله ما كان على بالي يا هوان، والله ما كان على بالي يا هوان، والله ما كان على بالي يا هوان. قمرين قمرين دول ولعني، قلبي بيسألني عليه، هتريني بفكر فيه. ويتعلموا يتعلموا من المصري، يتعلموا شوف هما فين وبابا فين، ما شافوش كده ولا يحلموا. اللي عنده ضحكة زي دية واللي لون عيونه مش عادية، يجي هنا جنبي يجي ليا احكي له اللي شفته انا بعينيا. اموت اموت
في ابن بلدنا موت اموت في ابن بلدنا الله 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 عيني عليك. لازم برضو النجم سامي حمودة النجم سامي حمودة يقول كلمة لكوكسل المصري بصوته. تقول لي ايه كوكسل المصري؟ تغني له تقول له يا سامي احلى بوكسل مصر احلى كوكسل مصر اخويا مصر اخويا وحبيبي وترندي جامد قوي اخويا اسلام البراءة بتاع المفاجآت حبيبي كوكسل مصر لا بوكسل مصر حبيبي اسلام الزاوي يا اسلام البراءة اخويا وحبيبي حبيبي فيش غلك احلى اسمك فيش غلك احلى اسمك بوكسل مصر حبيبي انت ده اللي انت ده ايه الراجل ده ايه اللي انت عامله ده عيب عليك في السن ده يطلع منك كل ده علمني يا ابني علمني فهمني فهمني كلمني يا راجل انت ده ايه اللي في السن ده يا راجل انت ايه اللي انت عامله يا طارق انت ايه اللي انت عامله ايما عليك في السن ده هو نفس المصري ده علمني فهمني علمني فهمني كلمني كلمني مش غلك سمكة مقارونة والأسماك نفس المصري هو ده هو حبيبي هو ده هو ده بوكس المصري هو ده عامل اسمك هو ده الشيخ اللي هو ده مستر محمد يلا قول مستر محمد يا عسريه احلى راجل في الدنيا دي عنده السمك دايما كتير اسلام البراءة 100% فيش غلك احلى جمهورية يا جماعة طبعا مع الفنان الجميل طبعا مع كامل احترامنا للفنان الكبير طبعا حمدي باتشان اخونا وحبيبنا فاحنا طبعا عشان شغله بيقول ده طبعا واحنا هنكمل برضو مع كوكسل المصري وحمادة السجيني وحش مصر ملقب بسفير المحافظات عم حمادة السجيني وكوكسل مصر الراجل ده عشان متواضع هيتشال على كرسي ويعمل موضوع كبير هنشوفه دلوقتي تعالى لا 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 خفش يا عوض صحي مش مهم انا كوكسل ما كنتش خايف انت فوق الكرسي مع محمد السجيني؟ لا بجد والله مبسوط جدا مصر ما يخافش ضد الكسر يا استاذ انت ضد الكسر؟ لا والله انا بحب مصر
بحب مصر جد الكسر، بحبه جدا جدا جدا. يعني انت ما كنتش خايف ولا حاجه؟ لا مش خايف. انت شايف ايه؟ الناس كلها بتحبك وفخورين بيك ان انت مصري. بحب الجمهور وبحبهم، انا مصري وبحب مصر وبحب ام مصر كلها. احنا كلنا بنحبك وبندعمك يا كوكسل، وان شاء الله هتكسر الدنيا كلها الفتره اللي جايه وتبقى نجم كبير وتحقق امانيك وتمثل وتعمل اعلانات وتعمل كل اللي انت عاوزه حبيبي. يا رب يخليك، ربنا يوفقك يا كوكسل. انا بحب توجه رساله لاي حد مصري تقول له، وطبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. بحبه جدا جدا، الاستاذ الرئيس بتاعنا بحبه جدا جدا، انا بحبه قوي يعني هو اشكره. وانا مصر بحب مصر، بحب امي، بحب امي المصر، بحب يا جماعه. حضرتك ما انتوا شايفين هو مش ممانع ان الناس كلها تتصور معاه. مصر الاجمل، ولا قلقان من الكاميرا ولا قلقان من اي حاجه، ولا هو ده كوكسل المصري. انا بحب مصري يا سعاده الرئيس، بحبها جدا جدا، وهي امي بحبه جدا جدا، الشعب بحبه جدا جدا، بحبه قوي بحبه. فلسفه يا جماعه، اهو مش قلقان ولا اي حاجه. بما انك النهارده يعني بقيت ترند مصر في الاعلانات، والنهارده كنت بتعمل اعلان لفش غلك مطعم الاسماك هنا في المعادي، شاهدوا متابعي الجمهوريه اونلاين. هو ده كان اللايف بتاعنا مع كوكسل المصري، وكنا بنقدم له الدعم، هو فعلا يستاهل الدعم، ما كانش بيتعصب ولا بيتنرفز ولا كان رافض انه يتصور، لا بالعكس كان بيتعامل بكل لطف وبكل هدوء مع الناس كلها. احنا بنتمنى له التوفيق وتحقيق امنياته في انه يدخل عالم الفن والتمثيل، وبنشكر مشاهدي ومتابعي الجمهوريه اونلاين على متابعتهم لينا.